سمعت شيخنا يتلو من كتاب ربنا الكريم من أواخر سورة الفرقان أوصاف عباد الرحمن هكذا، وآخر وصف من أوصافهم بعد أن ذكر الله تعالى تواضعهم وقيامهم بالليل والنهار وإنفاقهم الإنفاق الوسط بحيث بإذن الله تبارك وتعالى لا إسراف ولا تبذير، ثم بعد ذلك توبتهم من كل المعاصي وأن الله يتعامل مع التائب تعامل الكريم 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 الذي وسعت رحمته كل شيء فيبدل السيئات حسنات، ثم يتحدث على أن من صفاتهم الابتعاد عن شهادة الزور وأن لا يمر على آيات الله تبارك وتعالى صما وعميانا، قال في آخر الصفات والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فجاء الجزاء، أولئك الجزاء مباشرة، فكان آخر دعاء دعاه عباد الرحمن أن يهب لهم أزواجا وذرية وأن يكون إماما للمتقين، والإنسان إذا لم يستطع أن يكون أسوة وقدوة في بيته لا يمكن أن يكون إماما للمتقين بصفة عامة، فالتقوى ينبغي أن تخرج من بيته، ففاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يتصور في إنسان يتبوأ الإمامة للناس حتى يكون بإذن الله تعالى إماما في بيته قدوة يتأسى به، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلنقف إن شاء الله عند هذه الآية في هذا العرس، والذين يقولون هم يقولون نعم قبل أن يتزوج الإنسان عليه واسمه عليه أن يظل فقيرا لربه يسأله أن يزوجه إذا تزوج امرأة صالحة تعينه على أن يكون محل الاقتداء، فكم إنسان متدين تزوج امرأة فاسدة وإذا به يسقط بسبب امرأة فاسدة، تعرفوا والعدد عن الناس كانوا مؤمنين فأسقطتهم فتن واختبارات، أتدرون ما هي الاختبارات التي تسقط أكثر المؤمنين؟ تعرفوا ولا ما تعرفون؟ أش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدي وحبيبي رسول الله حينما كان يدعو الناس إلى الدين في مكة عند بداية الدعوة أرسلت قريش إلى رسول الله واحد السيد كبير يقول له كيفاش؟ يقول عتبة بن ربيعة، فجاء فقال أنا وافد قومك نريد أن نأخذ معك ونعطي تحاور يا محمد، يقول لك قومك إن كنت تريد بالذي جئت به مالا جمعنا لك لكي تكون أكثر مال، خلينا بالدعوة، سرك تصلي وتصوم صاحبي دخل جواك كن شد عنك بقرحة لبيع عبد الحجر يعبد مالك صاحبي، بقيت الفلوس على هذا الشيء اللي قلت له نعطيك الفلوس، نملأ أرصدتك بالمال حتى تكون قارونا، وإن كنت تريد بالذي جئت به تريد زين ملكا ملكناك عليه، بغيت غير بلاصة بغيت غير رئاسة أسيدي تكون رئيس غير خلي عليك الدعوة إلى الله غير يكون علماني غير ما تقولش ربي هو اللي يحكم والحكم شرع الله غير ما تقولش ربي هو اللي يحكم الحكم إلا لله، روح نعطوك اللي بغيت أجي معانا نعطيك اللي يبغي، الله أكبر، وإن كنت تريد بالذي جئت به جاهل سودناك عليه، جاه بغيت غير جاه، سان تصبح سيد لا نبرم أمرا حتى نرجع إليه، شوف شوف، وإن كنت تريد نساء نساء إذا لم تكفيك بنات قريش بحثنا لك عن الشقراوات والبيضاوات
من إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. نجيبوا لك طن الروم من الزمالك، غير خلي عليك لا إله إلا الله، خلي عليك لا إله إلا الله، خلي عليك تدعي الناس لسيدي ربي، خلي الناس تنسى الأخيرة، خليونا ننسيو الأخيرة بالكراسة، ونسيو الأخيرة بالمال، ونسيو الأخيرة بالفلوس، ونسيو الأخيرة بالشهوات، ونسيو الأخيرة بالمخدرات، ونسيو الأخيرة بالإعلام الفاسد، بالتيك توك الذي دخل إلى بيت كل مسلم لفتنة المسلمين وضعزعة الأسر وقطع التواصل بين الأولاد وآبائهم والبنات وآبائهم. شو جملة الخامسة؟ وكنت ترى أن الذي يأتيك رئي من الجن فيك المرض، طلبنا لك الطب فلا نبرحك حتى نبرئك مما تجد. يلا يا سيدي تعرفوا اللي بيبجوا قال مودي أنا ما جئت بالذي جئت بأطلب هذا الذي تعرضون، ولكن أنا جئت فقط لأمر واحد، جئت بإذن الله لكي تقولوا كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وحكمتم العجم. قالوا قل، نقول ألف كلمة، قال كلمة واحدة لا إله إلا الله، فضرب كفا بكف وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا اختلاق، ما سمعنا أبدا من أتى إلى قومه بشر ما أتيت، لقد فرقت بين الجموع وكدت أن تشعل الحروب في قبيلتك، ما رأينا شخصا جاء ببدعة عظمى فتنت قومه كما أنت يا محمد. امشى امشى واسمه الشهيد عدنان، واسمه الشهيد. بماذا أرادوا زحزحة النبي عن الثبات عن قضية الدعوة إلى الإسلام؟ اسمعين، الكرسي، انتخابات، فلوس، وزير، وزير أخر، وانسى. كم من إنسان كان متدينا فأغراه المنصب فباع دينه من أجل دوريه مات، وعايشناهم وعرفناهم فرأينا المتساقطين كتساقط الفراش على نور الشمع. وكم من إنسان كان تبدو عليه سيم الصالحين فلما امتحن بالمال ترك الدعوة وترك الدين وتبع الدينار. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال إنما أوتيته على علم عندي. انسى كان معانا، كان يجلس معانا يسمع القرآن معانا، لكن المنضة الكبيرة ما خلتوش يتفكر إن شاء الله تبارك وتعالى حالة، ونسي من الذي أنعم عليه. وهنالك من سقط بسبب فساد المرأة. أنا تعرف واش كان يقولوا لي في التسعينات شي شباب يقول لي الله يرحم لك أي جوز ولا نهاري باش ندي واحد المرأة قورية كتسكر وتضرب الجوانات لعل وعسى ربي يهديها على يدي. قلت له مالك ماشي انت اللي تولي تضرب الجوانات؟ شوف الانسان كيشوف واش يشوف، شوف غير فلوس، لان هذيك اللي تضرب الجوانات كدير له الكواغط ويمشي تما يبان له غير الفلوس. ويقول لك واسمو انا ان شاء الله نديها وندير الكواغط ونولي ندعيها، نولي ان شاء الله تعالى تولي مسلمه، لا وجيب له الشيطان يبقى في عنده لا يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يقنعوا يقنعوا، روح يا ودي روح يا ودي روح. ولذلك الذين يقولون ربنا يدعوا الله قبل ما يزوجوا، شحال من واحد ما يبقاش يدعي سيدي ربي تجينو يشوف فرصه يشوف غير تحت رجليه يمشي يتزوج ويحصل، يحصل واحد حصله ما كان، ما نقول لك الله يحسن عونك السي عز الدين. انتبه انتبه، راه كل شيء عليك. كاين اللي الله يحفظه ويستر شوف لا يفكر في الزواج الا زين الا حتى يجي هكذا، يعني ما يفكر شيء بل الزواج هو بناء يستعد له الإنسان. احنا عندنا واحد المثال في العربية كيقول
زواج 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 ليلة تدبير عام. وإن أخطر 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 خطوة يقدم عليها الشاب الغير متزوج هو خطوة البحث عن المرأة الصالحة. فأقسم بالذي فطر السماوات والأرض في ليلة جمعتكم هاته، لم يستفد العبد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة مؤمنة صالحة قانتة صادقة، كما ذكرت الآية التي تلوتها عليكم قبل هذه الكلمة من أواخر سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الصادقين الصادقات الصابرين الصابرات الخاشعين الخاشعات المتصدقين المتصدقات الصائمين الصائمات الحافظين فروجهم الحافظات الذاكرين الله كثير الذاكرة أكثر بيعودهم كل شيء الذاكرات والخاشعات المتصدقات والصائمات الصابرات والقانتات المتصدقات والمسلمات والمؤمنات. عندك تبقى تشوف الكادر، عندك تبقى تشوف الكواغت. من تزوج امرأة لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه، ومن تزوج المرأة لا يتزوجها إلا لجمالها أو مالها أو حسبها، فليس له إلا ذلك، بل وذلك ينقلب عليه بضد ما أرى. من تزوج المرأة يريد مالها أفقره الله، من تزوج لحسبها أهانه الله، من تزوجها لنسبها أذله الله. يا مالك رجل راسك. والذين يقولون، ما معنى يقولون؟ فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي أنه لم يقلها مرة، بل ديدن الشاب المتدين الذي لا زال لم يدخل إلى قفص الزواج. اسمه قفص، احنا كمان اسمه هذا قفص الزواج، يخصو يدعي الله بزاف، مور الصلاة وقبل بالصلاة ومور الأذان وما بين الأذان وإقامة الصلاة وفي ليلة الجمعة وفي النهار تاع الجمعة وفي الثلث الأخير تاع الليل، يعني يتحرى الأوقات الفاضلة التي ذكرها رسول الله يستجاب فيها الدعاء فيتوجه فيها إلى ربي. عاد كنت نسى وربي وما تدعوش ربي يعطيكم المرأة المؤمنة يا أخي، نظر شرك اللي مازال ماشي مزوج، راه ربي هو الذي يقودك إلى المرأة الصالحة، ماشي ما تدعيش ما تدعيش تتبلك وحدة فكانسية ولا وحدة كذا وفي الساعة تمشي بان لك غير كادر ودير الكاغد وبان لك غير تهرب وفي التالي تحصل، وإذا بك تسقط عياذا بالله من فوق الجبل وتسقط في فخ. من ذا الذي يقوم بإسعافك؟ مالك أسعبك تدخل ما تضحكش مالك أجاك تضحك أسعبك. لا من قلت فاكانسيور كادر واحد السيد راه هنا نفس البيت. لا لا ما تقولش عليك، لا تفيش زيك أنت، أنا أهضر عليك أنت بعدها، أنت اللي راك خاطر. اسمعتوني واسمع الوقت. والذين يقولون فعل مضارع يدل استمر 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 قبل الزواج بدعاء ربك فإنها خطوة خطيرة، وهذه الخطوة ربما تقرر مصيرك في الدنيا والآخرة. فالمرأة المؤمنة تسعدك في الدنيا وتعينك على الطاعة وتكون سببا في فلاحك في الآخرة. والمرأة الفاسقة الفاجرة التي لا تخاف الله لو تزوجتها لنكدت عليك المعيشة في الدنيا، ولربما كانت والعياذ بالله عليك حسرة وترة وندامة يوم القيامة. أقول الله يستر، أقول الله يستر، يا أخي قام أقول الله يستر، قول الله يستر. كان سيدنا داود عليه السلام يدعي سيد ربي يقول يا رب إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يصير علي سيدا. أو يا رب يا رب هي شيبتني ولها ولا علي شكون ضربه يضرب الباب. يا الله. والذين يقولون ربنا، الرب هو الذي يتعاهدك بالتربية، وهل رأيتم رب البيت يتصرف تصرفات تسيء إلى أهل البيت؟ لا والله، لو كان رب البيت بشرا زين لكان لطيفا بأهله، فكيف برب العباد
الله الله، فهو أرحم بنا من رحمة الوالدة بوالدها. أيمكن أن تلجأ إلى الله تدعوه ثم يردك؟ اسمع إلى حديث رسول الله، إن الله حي كريم يستحي متى رفع العبيد إليه أيديهم أن يردها خائبة صفرا خائبتين، ما يردهاش حاشا حاشا. سيدي ربي ترفع له يدك بصدق وتدعيه ويردك حاشا، خاصة في الأوقات الفاضلة. تقول له يا رب توجهت إليك وقد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا رب يا حبيبي أنا ما عرفت فاش نطيح، وهذا الزمان مكفس، والبنات يلبسوا السروال مقطعين ومتبعين تيك توك، والولاد كذلك، ما عرفت فاش نطيح. يا رب قدني أنت إلى عائلة طيبة ربت البنت على طاعة الله وتعرف قدر الزواج، فإننا نكاد عياذا بالله نعيش خريف البشرية. قليلا ما تجد العائلة التي تربي البنات على الحجاب والحياء، وتربي البنت الذي تتحمل مسؤولية الزوج والأولاد في البيت. شيء كبير رح نشوفه اليوم، رح نعيش العجب. هذا القس كانوا في الباطو، الناس جاية ولا اسمع جاية في الباطو، واحد الرجل مسكين يهدر مسكين حساب له راه حر، وتنوض له واحد المرأة تقول له ماشي قلت لك لأمك تسكت ما تهدرش، بالله فمك بالله فمه. وكان حداها صاحبي، وصاحبي قال لها واش راكي عليا؟ غير شوف واش راكي عليا؟ قالت له ريح على هذاك المصيبة. قال ومشى مسكين جلس في الطابلة وبقى يكمي وسكت ما هدرش. من تما جايين في السات يعني جايين ثلاث ايام تاع المشي، من تما ما نفلف. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قوم يسير، لان العالم الان يسير نحو زيد نسونة الرجال وترجيل النساء. الله العالم كل شيء الان هذا هو المقصود، باش ما يبقى حتى واحد يهضر. شوف شوف منين سيدي يسرق ولا يدير شي مشكل فحال باش يدخلها للحبس، ما تشرط على ريشيرش وما يقبضوش وكذا، ولا قبضوه نعم زدي طلقوه كاين بصح اللي قبضوه ما نفخش على زوجته ويمشيو مباشره يردموه في الحبس. دي هذا حتى مسألة اللي كتطبق 100% بالسيف. كل شيء اللي راهم في الحبس هذوك الناس اللي مساكين ما يقدروش ان شاء الله تبارك وتعالى يرفقوا على المراه. كل شيء راه في الحبس. اللي مريت يدي كوبيرتو الله يرحم لك الوالدين يرفد كوبيرتو، كي المراه ما يصيبش باش يخلص لهذاك الشيء يرفد كوبيرتو يمشي عند باش من تما يديها، ما بقاش عاد روح ولي الجلسه الاولى كيما المسائل الاخرى والجلسه الثانيه والثالثه ومن بعد الابتدائيه 60000 و60000 وهراك انت 3 سنين 4 سنين كاين اللي كاع سرق كاع والحمد لله يعني ما طبقوش كاع عليه ولا عاود وترشع ولا ولا راكم عارفين انتوا انتوا راكم عارفين صحيح. لو كان تكون مرتك تقول لهم باللي راك ما نفقتش عليها واش تدعي ولا ما تدعيوش؟ والذي يقول ربنا يا رب يا رب يا رحيم بينا يا رب يا رحيم اعوذ بك ان اسلط او تسلط علي امراه تؤذيني زيد زيد ونخرج من فضل ربي ورحمه ربي زيد وتعهد ربي لي بالرعايه الى البشر، فان اوكلتني الى غيرك في هذا الزمان الفاسد اهله فانني ساعاني الامرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين ولا اقل من ذلك، فانك ان اوكلتني الى امراه فاسده ظالمه فانني لن ارى اليوم الابيض قط. ارحمني يا رب، ما تجعلنيش عبره يا رب، ما تجعلنيش عبره. انا نقول للسيد اللي المرأة تضربوا في الدار راه عنده ولي من أولياء الله، ما حد ما راهش تستقلك برا راه مزيان، غادي يوصل واحد الوقت ما حد ما تستقلكش برا راه مزيان. قول لها مني تستقلي تستقليني غير داخل كي تشوفي شي واحد الله يرحمه، لأن هذيك المسألة فينا ما تهضر، ماشي نهضر على صحاب 60 اللي فوق هذوك عاشوا، أنا كيهضر على كل اللي راهنا نايضين اللي راهم الآن يتربوا على سمعتوا ولا؟
ما تحسبوش، خليونا نتكلموا دركم على الاجيال الجايه. مو حنا على الناس اللي كنا احنا سلك انا ما سلكت والو. انت اصبر زك بتفيش لك ما حسبك حليت الباب مشيت. ان شاء الله الناس سلكتها، ان شاء الله ما تخرج غير بالاذن ولا ما خرج بالاذن. ان شاء الله غالي يردوك ساندويش. انت هو انت شوفي وانا قاعد هو سمعتوا ولا شو سمعتوا؟ ها ربنا واش تقول في هالدعاء؟ هب لنا هب لنا من ازواج هب لنا. واش هي الهبه لوش؟ شكون يقول اسمه الهبه؟ نعطي 20 دولار 23. ما هي الهبه؟ هب لنا. ما هي الهبه؟ يقول اسمه هي الهبه. اعطينا بس اعطينا زيد الهبه زعما قال لك عطيه زيد صحيح. هاي الهبه هي العطيه؟ يقولوا الهبه هي العطاء بغير مقابل. عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ الانسان كي يعطي الهبه يعطيها بمقابل ولا ما يعطيش المقابل؟ لا لا لا. واش الانسان المؤمن من يعطي الهبه يعطي لبنته هبه، يعطي لواحد هبه، يعطي لواحد دار هبه، يعطي له بالمقابل ولا ما يعطيهوش بالمقابل؟ كاين اللي يعطي بالمقابل يقول له انا نعطيك الهبه ولكن قلع عليا ديك دير لي ديك. والمؤمن يعطي الهبه والمقابل تاعه هو وجه الله. دائما العبد يعطي الهبه بمقابل، اما بمقابل مصلحة في الدنيا يريد تحقيقها ولا يرى سبيلا لتحقيقها إلا بهذه الطريقة، أو مؤمن لا يريد مصالح الدنيا وإنما يهب لكي يأخذ أجره عند الله. فالعبد إذا وهب فلا يهب إلا لمصلحة، إما لمصلحة دنيوية لأبناء الدنيا وإما لمصلحة أخروية لأبناء الآخرة. لكن الله تعالى من يعطيك الهبة بغي منك شي مصلحة؟ واش بغي ولا ما بغي؟ يقولوا لي مالك تشوفوا فيا واش يبغي مصلحه؟ صد ربي ما باغيش، ربي ما غاني عليك الا عطاك بلا من. الله لا يمن ولا بغى يغنيك ما يقلع له حد. الله يمن عليك دون ان ينتظر منك مقابلا. وربي ربي 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 واحد قال سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يتغدى وكل نهار كيجيو عنده الناس يتغداو معاه. وفي يوم من الايام كان بيته دائما مفتوحا، فدخل احد المارات من عابر السبيل فاكل معه نصف الحصن ولا الصحن، فقال له وهو في البسط: دينك واسمك؟ قال له هو والعياذ بالله مشرك. قال: مشرك وتاكل معي؟ فطرده من الصحن. فانزل الله جبريل من السماء قال: السلام يقرئك السلام يا خليل الرحمن، لماذا طردت عبدي؟ قالوا: لأنه مشرك. قال: هذا الرزق الذي تأكله وأعطيت منه له هل هو لك؟ قال: بل لك أنت. قالوا: يا خليل، هذا الذي طردته 70 سنة وهو يسبني فما قطعت عليه الرزق، وجاءك مرة واحدة يأكل من رزق الله وطردته وما دار معك حتى حاجة بينه وبين اللي خلقه. الله إذا أعطاك راي أعطيك. فندم سيدنا الخليل فهرع مسرعا تجاه ذلك الرجل وأخبر أن الله عاتبه من فوق 7 سماوات. فقال الله يعاتب خليله في عبد لا يؤمن به؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم عبد الله ورسوله. وعاد إليه ليتم أكل ما بقي في الصحفة مؤمنة. ولذلك يقال أن العبد الذي أكل النصف من الصفحة ولا الصحفة مشركا وأتم النصف الآخر مؤمن هو ضيف إبراهيم. الشهيد عندنا واسمه؟ الله إذا أعطاك يعطيك باش أم لا بين ما خاش ندربوش يعطيك يبقى. هب الهبة. الهبة من تكون سيدي ربي القرى الهبة تقولها في شحال من موضع شحال من موضع. شكون يقول لي؟ الله تعالى حينما ذكر الهبة يا وزير ذكرها في شحال من موضع. ما هي الأمور التي الله سبحانه في القرآن كيقول لك راني نوهبها لك؟ ها؟ ليهب لك. إذن هذه فاشلة. الوليدات الوليدات حسن جدا عندك النقطة كاملة يا ودي يا الحاج. هذا راه الصديق ديالي قديم الله يحفظه ان شاء الله تعالى. يا ودي يا ودي مع تاريخ مسكين. هذه اذا كاين الزوجه وكاين ها هو هذا عاودك اسيدي هذا غير اللي لحيتهم بويض اللي راه مجاوب. اذا مذكوره فاش في معرض زيد
منة الله على العبد بالولد، ثانيا في معرض منة الله على انت قلت على الزواج زيد ثالثا يهب لمن يشاء الى ثلاث الوليدات، الوليدات راه قالها زيد كاينش حاجه اخرى يا صاحبي، الوليدات والمراه صافي الهبه غير الوليدات والمراه. ايوا اسمعوا لي مزيان الواحد، انتم ذكرتوا في اسمه ذكرتوا فقط هبه الله للعبد في مجال واسمه ما اسمه في مجال بنادم المراه والولد. لكن شوفوا الله تعالى تكلم في ثلاثه تاع المواضع ولا اربعه على الهبه. الهبه الاولى فاش؟ قولوا لي اللي هي احسن من الاولاد احسن من المال واسمه هي. قولوا لي الايمان الايمان، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي ما تفتنيش في تاخير الزمان، كاين الفساد بزاف، كاين الرشوه، الناس بعدت على الدين، ما كاينش اللي يذكرني بالله، المساجد لم تعد قادره على القيام بواجب التأطير، الاعلام عياذا بالله يدفع الناس دفعا نحو امور عجيبه. يا ربي خايف على رحمتك تمشي عليا ونزيغ. فتثبيت العبد في زمن الفتنة من أعظم هبات الله للعبد. هب لي من لدنك رحمة. هب لي من لدنك رحمة. شام واحد طاح، شام واحد كلا الخواتات والورد غير لي وطار، شام واحد اللي عطاني السؤال على الورد، شام واحد اللي كلا الخواتات والورد، قلت لهم اللي كلا الخواتات والورد يحرمه الله من إرثه من الجنة. لأن مساكين يسيب الحقرة كاع البنات. غير اللي متعرفش عن واحد اللي جاني للدار على الولد، الأسئلة على الولد، وكل شيء شكون هي الضحية؟ هي الأخت، هي الأخت. الله أكبر، قلت على مجتمع كي داير. نزع الله عافيته على هذا المجتمع الذي يظلم الضعيف. بغوني في الضعيفين المرأة واليتيم. الله 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 الله. إذا ادعوا دائما الله تعالى يثبتكم، راه ما كاينش الهبة الكبيرة بحال هبة الثبات الوالد. واسمعتوا؟ لأن أنا ما كاش الإيمان حتى من تجي تختار المرأة واسمو تختار؟ تختار المرأة على أساس واسمو؟ على أساس راك عارف اللي بغى الكواغط اللي بغى كذا بغى الدنيا والسلام عليك. لأن الأصل ديال هبة الله، الأصل الذي يؤطر اختيارك ويؤطر طريقة دعوتك ومنهاج حياتك هو أن تكون ممن يقف وينطرح عند باب الله لا يبرح يخاف أن يضيع إيمانه، فهو أحرص على إيمانه من حرصه على كل شيء. دينك دينك إيمانك، إيمانك عندك ضيع، عندك ضيع إيمانك. ما عرفوش واش عاود تلقى ولا ما نعاودوش. إلا تكيت أنت وخوك وذاك الشيء على حاجة نتاع الدنيا، أنا في مسبة سيدة ربي ووجه الله أنا نفوتها، أنا نسمح فيها واسم. ابتغوا الرفعة عند الله، سر من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عن من ظلمك، احلم عن من جاهل عليك. أنا أنا لوجه الله وجه الله العزيز، أنا نتجاوز واحد العداد تاع المسائل بيني وبين خوتي. أنا ندير واحد كاع ما شفتش. واش كنت تفهموني ولا ما كنتش تفهموني؟ واش كنتوا فاهميني ولا لا؟ احنا فاهمين. كل واحد راه عنده واحد العداد تاع المسائل في الراس ديالو. أنوي هاد الليلة ديال الجمعة أنك تريد وجه الله حينما تتجاوز عن من ظلمك. تعرفوا علاش ولا ما تعرفوش؟ لأن في الله عوض لك عن كل ما فاتك، فمن وجد الله لم يفقد شيئا، ومن وجد كل شيء وفقد الله لم يجد شيئا. أقل لها القاعدة اللي قلت لك، أقل لها القاعدة نعاودها. من وجد الله فلو فقد كل شيء لكان قد وجد كل شيء وما فقد أي شيء. ومن فقد الله لمن ديروا ضعاف وخيعت الأوروبي كاع الدنيا، فشحال كاع هاد الدنيا غادي تدوم.
ويمشي ويمشي في كداله شحال ها لو اعطي الدنيا كلها وفقد الله واسمه ده فقد كل شيء وما وجد اي شيء. والمرة اللي تقول لك ما نبغيش باك امك زين مازال هذيك احنا على جاي. اذا الاولى هي الهبه الاولى واسمه الهبه ديالش الايمان الثبات. الثانيه الهبه الثانيه واسمه الله, الله 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 اللي مرها في الايمان واسمه استفاد الرجل بعد الايمان من امراه صالحه مرها مباشره المراه هب لنا من لدنك زيد ذرية طيبة والذين يقولون ربنا هب لنا من لدنك زيد الزواج هذه الثالثة على الزواج هب لنا من أزواجنا ها صاحبي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الأزواج وما الولا بغيت أنت الذرية قبل بالزواج كما قلت لي قبيلات واحدة في ذاك البث المباشر قالت لي واش يجوز لي نقول يا سيدي ربي يا مولانا ندعيك يا ربي ندعيك يا مولانا باش تعطيني الولاد وانا ماشي مزوجة قلت لك غادي نعطيك الولاد قولي الله يرزقني زوج وبه الوليدات كيف تسالين الاولاد بدوني ان شاء الله ان تسالي الله تعالى باش يعطيك الزوج الزوج هو الاول هو الاصل وذاك دائما مر الايمان واسمه الهبه العظيمه مر الايمان واسمه الزوجه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله بعد الايمان من امرأة صالحة زيد إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شوف الله تعالى يعطيك الزوجة مزيانة الله يلي عنده الزوجة اللي حق اللي يعيش في النعيم ومرها واسمه والذريات مرها الولاد ربي هب لي من لدنك زين ذرية طيبة الناس كسميعوا الدعاء هذا دعاء زكريا وبزاف اللي دعوا ربي هب لي الوليدات فهي هبة الله الوليدات هبة الله سبحانه وتعالى أما الرابعة فين جاية تاع الهبة إذا كاين في الإيمان والثبات عليه في الزوجة التي تعينك على مشروع الإيمان في الأولاد الذين يصاحبونك لتمتين مشروع الإيمان فهم عمرك الثاني الذي يستمر بمشروع الإيمان والرابع واسمه هو ايوا اسمه خسك ها الإيمان ها المرأة ها الأولاد اسمه خسك اسمه خسك خسك الدينير الدينير صاحبي باش الفلوس المال والبنون زينة الحياة ولكن فين راهي الهبة فين الهبة هنا هنا يا سيدنا سليمان عليه السلام من اللي ابتلاه الله تعالى ففتنه ثم وقع على الكرسي مريضا ثم بعد ذلك أناب لما أناب قال ربي هب لي من لدنك زيد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الوهاب مرتبط بالإيمان وبهبة الزوجة وبهبة الأولاد وبهبة الملك اللي تملكه الحاجة اللي تملكها واش تملك الديار والنعاج والبقري والفلوس والذهب والعمارات والفيرمات والكاميونات والسيارات والطيارات والحشرات والبقرات والنعجات بزاف خيرات بزاف ياكازي خيرات بزاف ولكن سيدنا سليمان واش بقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي تقدر تدعي ولا ما تقدرش تدعي واش تقدر تدعي هاد الدعاء ولا ما تقدرش واش تقدر تدعي ولا ما تدعيش ما تقدرش لان سيدنا سليمان قال لا ينبغي لاحد من بعدي الا بغيت تدعي واش بقول ربي هب لي ملكا ملكا من ملكك بصح ما تربطهاش لان هذيك خاصه بسيدنا سليمان قول له ربي ارزقني مالا طيبا حلالا استعين به على طاعه الله انا بغيت نربي وليدتي على خير ارزقني شي مال طيب ارزق لي ربي الصحه ارزق لي ربي ضوء العينين باش نقدر ارزق لي يا ربي ان شاء الله تبارك ثبات القلب والعقل ارزق لي يا سيدي ربي سبحانه وتعالى الصحه باش نتمشى ونتحرك ارزق لي يا ربي شي وظيفه ارزق لي شي تجاره تكون ديال الحلال ارزقني هذه مليحه ولا ماشي مليحه يهبها الله لك
يوهب لك الايمان ويوهب لك المراه المؤمنه ويوهب لك الوليدات الزينين وما يوهب لكش باش تعيشوا. هذه هي السهله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. راك منين تكون في البطن ديال الوالده منين توصل 4 شهور يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر باربع كلمات بكتبه واسمه، كتبه واسمه رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد. راه من واش غادي تزيد شي حاجه ولا كل شيء مكتوب لك مالك انت؟ تهنى مع راسك، تهنى مع راسك. اذن هذه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا كان عطاك ربي الايمان وثبت عليه وعطاك مرة صالحة هيبة هيبة وشكون تربي عليها واحسنت التعامل معها واعطاك بها معها ربي وليداه وربيتهم على مشروع الاسلام حتى يستمر الاسلام في نسلي، واعطاك ربي ان شاء الله تبارك وتعالى الحلال باش تعبد سيد ربي وتصل رحمك، واش ما غادي تكون بعد اسمه؟ لابد ان تنصب الامامه في الدنيا. الله 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 الله. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فقال اني جاعلك للناس اماما. متى جعل الله ابراهيم اماما للخليقه؟ لما ابتلي وفتن واختبر فوفى، نجح في كل الامتحانات القي في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، نجح. صبرت سيدي نجح، ما فتنوش المال والوليدات على الله، قال له ولدك اديه ليه ولو انه جاء على شوك عظيم بعد كبار السن، اديه ليه وخليه. نجح قلبه حينما خير بين الله وبين احب ما يحب الانسان فطرة، آثر الحب الشرعي على الحب الفطري. هذا غير كلام تاعنا، اما حب الله المديان سيدنا ابراهيم حب فطري شرعي اعمق ومتغلغل الى اعماق سويداء قلبه، لا يمكن ابدا ان يزاحمه في حب شيء اخر. هذا ابراهيم خليل الرحمن. فيكون الانسان امام. اذا الامامه منين تبدا؟ واش تبدا؟ من الدار. اللي فشل في الدار ما غاديش يكون امام. ما معنى ما يكونش امام؟ الامام هو اللي يتمشى لقدام، هو الذي يؤم الناس ويؤمه الناس. ما معنى يؤمه؟ دائما يشوفوا غفي اللي دار هيديروها. كتب الامام الشافعي الكتاب اللي ولد على الاصول كيسمى الام اللي يولي لها القواعد التي يرجع اليها في كيفيه استنباط الاحكام من الشرع. شو الام اي تعود اليها تامها، تقول اممت وجهي شطر مكه اي ذهبت، هي الوجهه ديالي. اسمعت اذا الامام اسمه هو الذي يامه الناس، يدوروا على العلم يمشوا عنده كيسميه مرجعيه، يسقسيه في العلم يثقوا فيه يديه يصلح بين الناس. فين ما كان شي خير هو الاول، والله تعالى يملا وقته بالخيرات، فيأبى الله لمن نجح في هذه الأمور أن يملأ وقته بالطاعة، فلا يمكن أن يجد متسعا من الأوقات. حتى قال بعض العلماء الذين جعل الله البركة في أوقات وعلمهم، يشوف إننا وجدنا من الواجبات أكثر من الأوقات. الأوقات ما بقاتناش كل شيء معروف، ما عمر غير الواجبات. خدام بالليل وبالنهار مع سيدي ربي. إمام هذا يقول له الله تصلح معايا، هذا يقول له الله دبر معايا، هذا الله شفع لي عند فلان، هذا الله علم فلان. راه جا واحد سيد بغى يسلم لواحد داير راح يقول له الشهاده، فانت دائما هذا يمشي يسلم على يدك، هذا يمشي تعلمه، هذا يمشي تقره، هذا تمشي تحاول تصلحه ما بين مرته. الله 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 الله، يوجه قلوب العباد اليك، تؤم اليك. فايما قلب اخلص لله الا وجه القلوب اليه، كما يوجه أفئدة المشتاقين للبيت إلى بيت الله الحرام، أفئدة تهوي إليك، أفئدة تهوي إليك، تهوي إلى بيت الله. فهنالك أفئدة تهوي إلى قلب خاشع متصل بالله يعمل لله، ثبته الله وكان إماما في بيته وقدوة لغيره. جعلنا إماما هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
هناك يجزوا لنا الغرفة بما الصبر. تعرفوا علاش الغرفة؟ علاش هذوك إلى الغرفة؟ قالش يجزونا القصور والجنة، يجزونا الغرفة بما صبر. على كل حال هذا كلام اخر، خليه ما نقولش نقولوا شي حاجة من عندنا، خلي هذا. انا بغيت نقول لكم هذه الكلمة اللي سمعتها من السيد يقراوها في هذه الليلة هذا الزواج، نعطيكم ان شاء الله تعالى واحد النوع ديال هذا اللي متوفرة في هذا الاربعة ديال الهبات، هبات الله له بالإيمان والثبات وزوجة طيبة وأولاد طيبين وصار إماما. أنا أقول لكم، كان الناس يخطبون فاطمة بنت رسول الله فلم يزوجها لأحد، فجاء أحد الأنصار إلى علي فقال لما لم تذهب لخطبة فاطمة؟ فتصغر، تصغر لهذا الأمر، فلا زالوا يلحون عليه حتى دخل يريد خطبة فاطمة. ولد عمها، ولد عمها سيدنا علي، ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ديالو، بيت أبي طالب، هذه الأيامات نتاع الميلاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت نربطوها بالميلاد إن شاء الله. وسيدنا علي في التالي عاش فيش في دار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش معاه دائما. فدخل علي لخطبة فاطمة، فلما دخل وجلس على الحصير ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به فقال ما وراءك يا علي؟ فاستحيا واستعجم عليه الكلام، ما قدرش يتكلم. واش غادي يقول لي؟ واش غادي يقول لي انا؟ والرجال كي دايرين؟ لا 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 ما قدر ما يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول واسمه بيت. بقى يعرق، يعرق ويشف، يعرق ويشف. قال له لعلك جئت تخطب فاطمة. نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسب له غادي يناقشوه ويقول له خصك وخصك. قال له أين درعك الحطمية؟ واحد الدرع اللي كان يقاتل به يسموه الدرع الحطمية. قال له واش عندك شي حاجة؟ قال له ما عندي والو. قال له أين درع، أين درعك الحطمية؟ قال له كاين. قال له جيبه. فكان صداقها درعه الحطام. قال له الله بسم الله دي مرتك، واسمه الجهاز ديالها، اسمه الجهاز ديالها هذه بنت رسول الله احدي. اسمع السعب الكريم، زوجت بنتك ثاني؟ قال لك ازوجت اختك الحاج، الحاج الله يحفظه، راه اليوم العريس ديالنا هو الحاج، هو اللي البنت ديالو كيزوجها راه ان شاء الله من العريس ديال الجنه الله يكرمك، لان منين تزوج بنتك فهي حجاب لك من النار. اليوم العريس هو الحاج، الله يجعلك من اهل الفردوس الاعلى. يا رب يقولوا امين ولا غيرتو. واحد انتما ربي والبنات تاعكم يزوجوا ويشكوا ان شاء الله. واسمو صفت لها النبي صلى الله عليه وسلم، صفت لها هي دوره، هي دوره وحلوا ساده حشوا اليف واحد الرحى ولا واحد شحال صحيح. وتزوج سيدنا علي. سيدنا علي شكون هو؟ وهب الله له الايمان فكان اول من اسلم على وجه الارض من الصبيان. ايوا اعطى ربي فاطمه سيده نساء الجنه. الله 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 الله. اعطى لي وليدات حسن وحسين ومحسن، الوليدات سيدا شباب الجنة. المهم هي مسكينة أمنا فاطمة الحبيبة، بنت أمنا خديجة الحبيبة، كثر عليها الشغل، تخدم برا والداخل، كتطحن بالليل وتنكس وتجيب النوى من برا الليل، نص الحصان الفرس ديال سيدنا علي الحصون كما كثر عليها الشغل. وسيدنا علي شفاته قال لها علاش ما تمشيش عند بكر كتبالي شفيتيني؟ شوف شوف، لقد طحنت حتى تشققت يداك وكنست حتى غبر شعرك
وخدمتي برا يعني واش بالدرجه تاع تمرمدت ما عندي ما ندير. علاش ما تمشيش عند باك صلى الله على الحبيب؟ رحنا سمعنا جاي شمال من البحرين ولا لعلك تستعينين به زين واحد الخادم ولا شي بليسان تشري بهم شي خادم يخدم هو برا وانت تبقى تخدمي غير لداخل. علاش هذه زوجها؟ علاش هذه زوجها؟ حنا المراه اليوم مسكينه تخدم لداخل وتخدم برا موظفه يبغيها موظفه وتخدم عليهم محروق لا ما تجيبش الفلوس. الا هو عيشه الاوز وهي عيشه الاوز يقول احنا عيشه 22 هكذا الناس تسمعهم يهضروا. ايوا مشات وسمحوا لي لا طولت عليكم باش نكمل لكم هذه القصه ياك نزيد شويه ولا خاصني ولا راكو عشماني واخا راكو كثرت عليكم ولكن بالصدق عليكم الصح هذه غير فوتوها الله يخليكم. المهم مشات عنده زيد وزن وكان النبي يتعامل معها معامله خاصه. كانت اذا جاءت فاطمه كانت اشبه خلقا وخلقا بالحبيب فيقف لها من فراشه ويستقبلها عند عتبه حجرته ويقبلها بين عينيه ثم ياخذها بيدها ويجلسها على فراشه. وكانت تعمل ايضا كما يعمل لها حينما تستقبله في بيتها وكان يقول ذريه بعضها من بعض. جات عنده دار لها هكذا جلسها وحشمت تقول له شو جا لها جلست وحشمت وولات مالك يا حشمت ولات الثانيه ولات الثالثه قال مالك الثالثه قالت له يا رسول الله راه ولد عمك علي اللي هو الزوج ديالي شاف الحاله ديالي طحنت حتى تشققت اليد وكنست حتى غبرت فيها وعملت في الخارج فأشفق من حالي وقال لعلك تذهبين إلى أبيك عساه أن يكرمك بخادم يعاونك. كانت عزيزة عليه بزاف أعطاها ولا ما أعطاهاش؟ لا هذا خلينا أنتم تسكتوا شكون يعرف اسمه أعطاها؟ اللي يعرف اسمه أعطاها معطى 20 دور يعطينا 40 دور ما نقولش يلا أعطاها ولا ما أعطاهاش؟ خادم سهلة صعب واش ما عطيتش بنته خادم ولا؟ لك عارفين بلي يعطيها غير واحد ولا وشحال؟ إلا طلبت واحد وشحال بنته غادي يعطيها من واحد؟ وقولوا لي وشحال عطالها واحدة ولا عشرة؟ ولا ثلاثة؟ يلا اختاروا واش واحد عطالها واحد ولا ثلاثة ولا عشرة؟ قال لها كيف أعطيك وأترك أهل الصفة يا فاطمة؟ الله يا الرؤساء كدايرين يا الرؤساء يا الله 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 يا حبيبي يا رسول الله حبيبته هذه كيف أعطيك وأترك أهل الصفة يتضورون جوعا؟ فقامت وكادت أن تعثر في ثيابها كادت أن تسقط فلما وصلت إلى العتبة قال لها يا بني انتظري إذا آويت إلى فراشك فإني أوجهك إلى ما هو خير لك من الخادم. فوقفت وأنصتت قال إذا آويت مع ابن عمك إلى فراشكما فقولا 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 الله أكبر كمالتم يا خير لك من خادم. وقال في رواية قولي إذا أويت إلى فراشك مع ابن عمك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أعطالها خمسة قال لها نعطيك خمسة انتو زوجك قولوهم من تمشيو تنعسوا يا أول الأولين باش يعطيك ربي القوة أرى القوة منه يا آخر الآخرين القوة منه هو يخليها لك جعلها الوارثة منا يا ذا القوة المتين أنت اللي تعطي القوة أنت اللي تحفظ الصحة يا راحم المساكين انت اللي ترحم المسكين يا ارحم الراحمين. فرجعت الى ابن عمها وليس معها شيء لا خادم ولا مال قال ما وراءك يا فاطمة قالت لقد جئتك من ابي بخيرات الدنيا والاخرة. يا الله قال ماذا
قالت قال لنا رسول الله صلوا عليه صلوا على الحبيب إذا آويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 قولوها لبناتكم قولوها لنساكم وديروها باليوم. سيدنا علي ماتت فاطمة 6 شهور مور النبي وقالوا له واش نهار نسيت ما قلتهاش هذه اللي قالت لك فاطمة؟ قال أقسم بالله ما عمرو تركتم. قالوا له ولا في ليلة صفين. قال حتى في ليلة صفين أي حينما قاتل معاوية في صفين حتى تلك الليلة قلتها أي لم أترك هذه الكلمات في حياتي كلها. من أنتم شو تنعسوا قولوا يا ربي يعطيكم عليها الجهد أكثر من الجهد نتاع اللي يعاونك يعطيك واحد الصحة عجيبة روحي يا روحي يا روحي يعوض لك الضعف ديالك. حنا هادشي مابقاش كاع نقولوا للناس بناتها الدنيا ويعطيني غير لي غير صفت لي غير صفت لي غير صفت لي والإنسان يبيع روحه على أنا ما كان والو نوليو الربا الواغش. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال أعطاه الله واسمه الإيمان سيدنا علي فكان أول من آمن من الصبيان أعطاه الزوجة فاطمة أعطاه الوليدات الحسن والحسين والولادات الأخرين من النساء الأخرين أعطاه الوليدات بزاف أعطاه محمد الزكي النفس الزكية وأعطاه أعطاه الوليدات من النساء الأخريات وهتعالوا إن شاء الله تبارك وتعالى اسمه الحكمة خيرات حتى قتله ابن ملجم وهو خارج يؤدي صلاة الصبح في الكوفة. الله إذن ليلة تعنف هذه انتعى السعد الكريم والحاج فالأخور كانت حول إن شاء الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما شوف أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما. شوفوا الختام شوف قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء ادعيوا 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 يعطيكم النساء المزيانات. قل ما شو الختام شو الختام قل قل لهم يا محمد ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا نكذب يا الله صدقنا بكلامه وبما بلغنا النبي اختلط القرآن بدمائنا إن لم نصدقك أنت فمن نصدق يا الله. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وصلى الله على حبيبنا محمد. الله يبارك البنية نتاعنا والله يجعل سيدي ربي يجعلها إن شاء الله مبارك هذا الزواج والله يزوج اللي ماشي مزوج والحاج نتاعنا الله يحفظه والله يكرمه والله يرفع قدره والله ينوره وانتم كاع اللي راكم حاضرين فالليلة نتاع الجمعة الله ينوركم والله يجازيكم بخير الله يجعلكم من أهل الفردوس الأعلى والله يشوف الله يجعل مولانا اللي راه يقصد هذو اللي عندو البنات باش يخطبهم يقصدونا حتى حنا حتى حنا عندنا البنات هذو. اللهم اختر لبناتنا الصالحين واختر لاولادنا الصالحات ونشط سوق الزواج. صلى الله على حبيبنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. اسمحوا لنا وكا حنا هكا عفوا علينا يا ربي يا ربي.